البشرية الآن أحوج إلى من ينقذها من الانهيار العنيف الذي تعيشه. انهيار الرصيد الفطري عند البشر خطير يا جماعة. إلى الحكومات التي تحاصر أي فكرة إسلامية حراسة لبقاء المشروع الغربي وبقاء المشروع الصهيوني وبقاء هذه النماذج المفسدة في الأرض. أنتم تحرمون البشرية من نور النبوة. أنتم تقومون في البشرية الآن بدور أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء المجرمين. حرام عليكم أن تكونوا كذلك، حرام عليكم أن تحاصروا الإسلام في أوطانه، حرام عليكم أن تقمعوا عقول المسلمين من الإنتاج والإبداع والتفكير، وكل ما تطلع فكرة صالحة تقصفونها وتأيدونها في المات. سيلعنكم التاريخ وستلعنكم أجيال الأمة القادمة لأنكم كنتم أعوانا على دينكم وعلى أمتكم وعلى صالح البشرية. ومن ثم الأمة إذا اجتهدت في تجديد دينها فكريا كان واجبا عليها أن تجتهد في تنزيل دينها تشغيليا وتنزيليا. إذا كنا سنبني نموذجا صحيحا للمقاربة السياسية فعلينا أن نجتهد ونسعى في تنزيل هذا النموذج الصحيح على الأرض. ونحن بالمناسبة نريد نموذجا فيه كل ما في النموذج الديمقراطي من خير وفيه زيادة على ذلك. نريد نموذجا لا يترك خيرا وصل إليه الناس إلا ويستصحبه ويهذبه بقيم الإسلام ويضبطه بضوابط الإسلام ويضيف إليه من معين الإسلام ما ليس عند الآخرين. يضيف إليه مثلا ما ينفي الازدواجية. يعني أنت لما تسمع المناظرين للديمقراطية تبقى عينيك هتزرف من الدموع وهم بيتكلموا عن مركزية حقوق الإنسان وتقول يا سلام على الإنسانية النقية الفطرة النقية وهي بتتكلم عن المساواة بين جميع البشر وعن حق الإنسان في الحياة وحق الإنسان في المطعم والمشرب والملبس والمأكل والتنقل وحق الإنسان في اختيار عقيدته وحق الإنسان في المسكن الآمن وحق الإنسان في حاجات كتيرة. يا سلام على مستوى التنظير. لكن لما تيجي تشوفها الحضارة دي بتمثل بتمارس هذه المسألة ازاي هتلاقيها بتمارسها بازدواجية مفضوحة. فكأنه بيقول لك والله الديمقراطية حق للشعوب اللي أنتجت هذه المنظومة أما غيرها فملهمش حق إطلاقا في هذه الحقوق. تدك عليهم البيوت فوق رؤوسهم ويباد ملايين من البشر وتغتال الحياة وتغتال الطفولة وتغتال الأمومة وتبقى خراب يا باب بأيديهم ولا يتحرك ضميرهم الإنساني اللي بيهتز حد الموت يعني لقطة عالقة في شارع من شوارع نيويورك. احنا عايزين ننفي عن النموذج السياسي الذي نبني هذه الازدواجية ونقول لا يجوز للقيم أن تتجزأ ولا يجوز للإنسانية أن تمايز بين البشر. عايزين الإسلام يعود لينشر هذه المركزية هذه القضية وهذه القيم. عايزين الإسلام يعود ليرسخ أنه الوحي الشريف حاكم على البشر وأن الوحي الشريف الذي أرسل الله به الأنبياء تباعاً جاء ليحمي الحياة البشرية من غلواء البشر، جاء ليحمي المزاج البشري العام من الانحراف حد تقديس الشذوذ الجنسي كما نرى في الغرب. بيضع حدود يقول العقل البشري اجتهد وأبدع وأنتج وانطلق محكوما بهذه الحدود حتى لا تشت. طيب لو أقصينا هذه الحدود اللي وضعها والمعالم اللي وضعها الوحي، العقل البشري المطلق المجرد المرسل على عواهين ده يودينا فين؟ هيودينا لما وصلت إليه الحالة الغربية التعيسة اللي احنا شايفينها.